السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. نائب رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تواجد المحافظين في الميدان من أجل استكمال عملية التحرير. عام على فتح الجيش الوطني لخط الضباب وكسر حصار الانقلابيين جزئيا عن مدينة تعز. مأرب تواصل عملية صرف مكرمة الملك سلمان لأسر الشهداء في عدة مناطق عسكرية. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر محافظي المحافظات على التواجد الميداني وإسناد قوات الجيش الوطني ورفع الروح المعنوية بما يحقق الدفع بعملية التحرير واستكمال استعادة البلاد من الميليشيا الانقلابية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمحافظي كل من صنعاء وإب وحجة وعمران وصعدة وريمة، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها المحافظون في سبيل استكمال عملية التحرير، مشددا على ضرورة التكامل والتنسيق بين المحافظات ورفض الجيش الوطني بالمقاتلين. وثمن نائب الرئيس تضحيات اليمنيين في سبيل التخلص من كابوس الانقلابيين وإنهاء المعاناة التي خلفها الانقلابيون، مثمنا دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم ومساندة أخوية صادقة في سبيل حماية الهوية اليمنية من الطموحات الإيرانية. وأوضح الفريق الأحمر بأن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤكدا بأن الشرعية تولي أهمية قصوى بوضع الناس وتسعى جاهدة لتخفيف المعاناة التي يتجرعها اليمنيون يوما بعد آخر بسبب جرائم وممارسات ميليشيا الانقلاب. عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اجتماعا ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظي محافظات صنعاء وإب وحجة وعمران وصعدة. وأشاد رئيس الوزراء بالدور البطولي للجيش الوطني ومساندة الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وشدد على ضرورة تعزيز وضع الجيش الوطني لخوض المعركة حتى تحقيق النصر وهزيمة الانقلاب وبناء مشروع الميليشيا الانقلابية السلالي المتخلف والمرتبط بإيران. وأكد بن دغر بأن القيم العليا لأبناء اليمن في حربهم ضد الميليشيا الانقلابية هي الحفاظ على الجمهورية والوحدة وبناء اليمن الاتحادي الجديد. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين الحكومة ومحافظي المحافظات وأبناء القوات المسلحة لاستكمال تحرير بقية المناطق وتطهيرها من الميليشيا الانقلابية. حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية الموافقة على إجراءات تهدف إلى المحافظة على مؤسسات الدولة وتدفق المساعدات الإنسانية ودفع رواتب الموظفين والحد من تهريب السلاح. وقال ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بأن المقترح المطروح يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة بشكل آمن وفق خطة ترتكز على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية مكونة من شخصيات عسكرية واقتصادية تحظى بقبول واسع وتعمل تحت إشراف وإرشاد الأمم المتحدة. وأوضح ولد الشيخ بأن اللجنة ستعمل على الحد من تهريب السلاح وضمان أمن وسلامة الميناء، كما ستعمل على ضمان التدفق السلس للمواد الإنسانية والبضائع التجارية من خلال الميناء وذلك إلى كافة أرجاء اليمن، وتحويل إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع مرتبات الموظفين المدنيين. ودعا كافة الأطراف إلى الانخراط بشكل إيجابي مع مطالب ممثلي المجتمع المدني في تعز بإعادة فتح الطرقات منها وإليها لتسهيل حركة اليمنيين والمؤن الإنسانية والتجارية. وأكد ولد الشيخ بأن الطريق نحو السلام واضح وبأن المقترحات العملية للسير فيه جاهزة
بما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة وبناء الثقة بين الأطراف، وبأن ما ينقص في هذه المرحلة هو برهنة أطراف النزاع دون أي تأخير أو تبرير أو تسويف، نيتها الحقيقية بإنهاء الحرب وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. أعلن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي استعداد الحكومة لإعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء الدولي إذا قبل الانقلابيون بعودة طاقمه القديم وتولت الأمم المتحدة الإشراف عليه. وأعرب المخلافي عن استغرابه لعدم سماع أي مناشدة أو تأنيب للضمير الإنساني بشأن الحصار الجائر والمفروض على مدينة تعز من قبل هذه الميليشيا الانقلابية، مشيرا إلى أن سكان تعز يشعرون بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين. وأكد المخلافي بأن الحكومة اليمنية كانت وما تزال منفتحة على كل المقترحات التي قدمها المبعوث الخاص إلى اليمن، وبأنه بإمكان الانقلابيين أن يحصلوا على السلام مع كل فئات الشعب اليمني في حال التزامهم بكل استحقاقات السلام ومتطلباته. وقال المخلافي إنه ما كان يمكن لهذه العصابة أن تستمر في رفض كل مقترحات السلام وترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية لولا الدعم المادي والعسكري واللوجستي المستمر من قبل إيران. وأشار المخلافي إلى أن عدد المختطفين والمخفيين في سجون الحوثيين يزداد يوما بعد يوم دون أن يرفع المجتمع الدولي صوته للدفاع عن هذه الحقوق الإنسانية المنتهكة. فأخطر صفات الحرب أنها أصبحت مربحة إلى حد كبير لهذه الميليشيات، ففي الوقت الذي يتضور فيه الشعب في مناطق سيطرة الميليشيات ملجوع، يجني أمراء الحرب الحوثيين المليارات، فكيف لهم أن يقبلوا السلام ويتخلوا عن هذه الأموال الطائلة الملوثة بدماء اليمنيين؟ لا توجد أي. وإذ نقدروا المناشدات الدولية بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات ورغم كل المخاوف والمخاطر الأمنية المتعلقة بالمطار وتشغيله من قبل ميليشيات المتمردين، فإننا نعلن استعدادنا للموافقة على فتح مطار صنعاء في حال قبلت الميليشيات ترك موضوع إدارته للموظفين الرسميين التابعين للدولة قبل الانقلاب وتحت إشراف الأمم المتحدة. فنحن حريصون على تخفيف معاناة أهلنا في عاصمتنا الحبيبة صنعاء جراء الانقلاب والحرب. جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الملف اليمني حذرت من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب الانقلابية، ودعت إلى تحييد ميناء الحديدة كمدخل لحل أشمل في ظل واقع مثقل بالكثير من التحديات والقليل من الفرص. متابع. تسليم ميناء الحديدة للجنة محايدة تعمل على الحد من تهريب السلاح وتسهيل تدفق الإغاثة والاستفادة من عائداته في دفع الرواتب، نقطة أوردها المبعوث الأممي ضمن إحاطته عن الوضع في اليمن خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن أمس. المبعوث الأممي الذي أكد أن تزايد الهجمات على السفن دليل على تزايد الخطر على الملاحة المائية، أشار أيضا إلى أن الأزمة الإنسانية في تعز تجاوزت الحدود كافة، داعيا لتحييد المسار الإنساني عن النزاع السياسي. فيما أكد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في حديثه عن الوضع الإنساني إن 7 ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة مجددا، فالحاجة $2.8 مليار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن. وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي أكد من جانبه قناعة الشرعية الراسخة بالحل السلمي القائم على المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، مشيرا إلى جهود الحكومة والتحالف في مختلف المسارات بما فيها المسار الإنساني، ومدللا على غرابة بعض المواقف من الناحية الإنسانية بغياب حتى مجرد المناشدة أمام هول ما تعانيه تعز من حصار جائر ووحشية قاتلة، لتؤكد كلمة الحكومة اليمنية في ختامها على استمرار دعم الشرعية لجهود المبعوث الأممي وتأييد مقترحاته بشأن انسحاب الميليشيا من الحديدة، التأكيد على أن تعنت الميليشيا ينبع ابتداء من الدعم المالي والعسكري واللوجستي المستمر من قبل إيران، استمرار الحكومة في جهودها لمكافحة الإرهاب واعتبار الحل الشامل كامن في إزالة الانقلاب، استنكار ارتفاع أعداد المختطفين لدى الحوثيين يوما بعد آخر دون أن يرفع المجتمع الدولي صوته
للدفاع عن الحقوق الإنسانية المنتهكة، الرفض المطلق للمتاجرة بمعاناة الناس باعتبارها جريمة، واعتبار إيجاد الحلول الجادة الحقيقية والشاملة وبمعيار واحد، وانفتاح على كل الأفكار، الخطوة الشجاعة التي ينتظرها اليمنيون. قال محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبد العزيز المفلحي، قال بأن قيادة المحافظة توصلت إلى حل مع الجهات المختصة يقضي بتوفير مادة الديزل والبدء بتغذية محطات كهرباء عدن بشكل عاجل، وذلك للتخفيف من حدة انقطاعات التيار الكهربائي. وأوضح المفلحي أنه بموجب التوجيهات الرئاسية فإن قيادة محافظة عدن لن تسمح بالعبث والتلاعب بالخدمات الأساسية التي تمس مصالح وحياة مختلف فئات وشرائح المجتمع، وبأن رئيس الجمهورية وجه ببذل المزيد من الجهود بما يخدم المصلحة العامة لأبناء عدن. وأشار المفلحي إلى أن تراجع مستوى خدمة الكهرباء وتضاعف انقطاعاتها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يعود إلى عدم توفر كميات كافية من مادة الديزل، وقال إنه يتم حاليا إنزال شحنات من مادة الديزل وضخها إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك تمهيدا لعودتها إلى العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين. فجرت ميليشيا الانقلاب منزل أحد المواطنين في منطقة ذمجير بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء. وأفاد شهود عيان بأن الميليشيا الانقلابية فجرت ظهر اليوم منزل المواطن صالح أحمد علي الجذيني في منطقة ذمجير بمديرية ذي ناعم بعد يوم من اختطافه بمعية عدد من أهالي القرية. وأكد شهود العيان بأن ثلاثة من المنازل المجاورة للمنزل تضررت بشكل بالغ. إلى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وبين ميليشيا الانقلاب في مديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء. وأكدت مصادر ميدانية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بمختلف الأسلحة بين المقاومة والميليشيا الانقلابية في عدة مواقع في مديرية ذي ناعم، فيما شنت ميليشيا الانقلاب قصفا عشوائيا بالدبابات والمدفعية على القرى والمناطق السكنية ومواقع المقاومة في المديرية. قتل 6 وجرح 4 من مسلحي ميليشيا الانقلاب في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني في قطاع منخلة في حمك بمديرية قعطبة في محافظة الضالع. وقال مصدر ميداني بأن اشتباكات ومواجهات عنيفة اندلعت في قطاع منخلة عقب هجوم شنته الميليشيا الانقلابية على بعض المواقع. هذا وتمكنت سرية القوات الخاصة المرابطة في المكان من دحر عناصر الميليشيا واستعادة المواقع التي وصلت إليها عناصر الحوثي، كما تقدمت القوات إلى المواقع الأمامية في جبل الثور بالشعر. وأشارت المصادر إلى أن قائد السرية الثالثة في قوات الأمن الخاصة جرح في العملية. في مثل هذا اليوم من العام الماضي كانت تعز تتنفس مجدداً بعد أن ظلت ميليشيا الانقلاب لأكثر من عام تطبق عليها الحصار من كل الاتجاهات، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني في 19 من أغسطس المنصرم من كسر الحصار جزئيا وفك خط الضباب. نتابع. قبل عام من اليوم كانت مدينة تعز لا زالت تحت حصار مطبق يفرضه الانقلابيون على كل مداخل المدينة، وكان الجيش الوطني يخوض معارك شرسة بطريق الضباب محاولا فتحها وكسر الحصار باتجاه مدينة التربة عدن كخط وحيد يصل مدينة تعز بغيرها من المحافظات. امتدت المعارك لأيام قدم فيها الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة الشعبية تضحيات الجسام بالأرواح والمعدات والوقت والجهد وبشكل كبير قد نسيها الناس اليوم، ولا بد من التذكير بها حتى نعترف بالجميل لهؤلاء الجنود الشجعان المضحين الذين قاتلوا حتى فتح الخط. Thank you.
وبدأ الناس السير فيه والدخول والخروج من المدينة، وبدأت مدينة تعز تتنفس الحرية، ولا زالت تتنفس من خلال هذا الخط ويدخل منه الغذاء والدواء. نحن نحس الآن بأمان والطريق آمنة. كنا نحس بأنفسنا بأننا بسجن، سجن كبير لأبناء تعز الحالمة. الحمد لله الآن افتك الخط حق ضباب الماء الحالي، الناس الحركة، الدنيا يعني كأننا محاصرين 9 شهور ما نشتين نشم هواء. الآن والله شمينا الهواء صح. بعد عام من فتح طريق الضباب عدن، لا زال الجيش الوطني يحمي هذا الخط ويقدم التضحيات لتنعم المدينة وسكانها ولو بالقليل من حرية التنقل ووصول المواد الغذائية والاستهلاكية. ولا زالت الميليشيات تحاول الوصول إلى الخط من خلال جبهة حمير مقبنة، وجبهة الكدحة، وجبهة الصلو، وجبهة راسن، وجبهة الأحكوم، وجبهة الأقروض. ولكن رجال الجيش الوطني قد تعهدوا بحماية الخط ويقدمون العشرات من الشهداء والجرحى ويسطرون بطولات التضحية والصمود على امتداد الخط الذي يصل طوله إلى ما يزيد على 80 كيلومتر. نظم عدد من الجنود المستجدين بإدارة أمن تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر. وقال الجنود إنه في الوقت الذي يقومون فيه منذ أشهر بدورهم في إعادة تثبيت الأمن في المناطق المحررة رغم شحة الإمكانيات وانعدامها، فإنهم يعانون ما أسموه التهميش والتجاهل لمطالبهم العادلة بصرف مرتباتهم المتأخرة كي يتسنى لهم مواصلة دورهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة وإيقاف عبث أدوات الانقلاب والعصابات التي تعمل على نشر الفوضى وارتكاب الجرائم المختلفة لمعاقبة أبناء المدينة. أقامت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في مهرجان الوفاء لأسر الشهداء الشمايتين بمدينة التربة. المهرجان الذي أقيم على قاعة المجمع الحكومي بحضور وكيل المحافظة الأستاذ محمد عبد العزيز الصنوي والعميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ومدير عام مديرية الشمايتين وعدد كبير من الضباط ومسؤولي المديرية والشخصيات الاجتماعية وأقارب الشهداء. المهرجان الفني والخطابي انتهى بتكريم 210 أسر من أسر الشهداء بدرع الوفاء ومبالغ مالية ومواد غذائية وبطانيات وملابس لأبناء الشهداء. نحن اليوم في مديرية الشمايتين في مهرجان الوفاء نقوم بتكريم أسر الشهداء كأقل واجب نقدمه تجاه ما قدمه أولئك الأبطال من تضحيات عظام. بهؤلاء الأبطال صمدت الحجرية وتكسرت أحلام ميليشيا صالح والحوثي عند أقدامهم وزفت هذه الكوكبة من الشهداء، فكان لزاما علينا اليوم بأن نقوم بهذا المهرجان للاعتراف بجميل أولئك الشهداء وكذلك نجدد العهد والولاء لهم ولنواصل دربهم في مشوار التغيير، ونقول بأن اليمن الجديد قادم وفجره الباسم سيد. قال الناطق باسم الجيش الوطني في الجوف العقيد عبد الله الأشراف بأن قوات الجيش الوطني تمكنت من ضبط شحنة أسلحة وأجهزة لاسلكية كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر منطقة الجوف، وأضاف أحبط الجيش الوطني محاولة لتهريب شحنة أسلحة وذخائر في منطقة الريان شرق محافظة الجوف. وقال الأشراف يعتقد أن تكون شحنة الأسلحة قادمة من إيران عبر محافظة المهرة الحدودية مع عمان. وأشار الأشرف إلى أنه تم القبض على سيارة من أصل 4 فورد باتجاه منطقة الرملة على طريق العبر المتجه نحو صعدة. تتواصل في محافظة مأرب عملية صرف المكرمة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لأسر شهداء الجيش الوطني في المناطق العسكرية 3 والـ6 والـ7. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي.
5000 ريال سعودي لكل أسرة شهيد من شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وهي المكرمة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأسر الشهداء، حيث يتم توزيعها في المناطق العسكرية 3 والـ6 والـ7. كما تشاهدون تمر عملية الصرف لأسر الشهداء بسلاسة ويسر، ونشكر الجميع، يعني نوصل الشكر، الشكر موصول من أسر الشهداء ومن الجميع اليمنيين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على المكرمة السخية الذي أمر بصرفها لأسر الشهداء. وحرصا على وصول المبالغ إلى أسر الشهداء، فقد تم تشكيل لجان مؤلفة عن ممثل للمفتش العام بالجيش الوطني، وممثل عن القوى البشرية، وممثل عن العمليات الحربية، فيما تتولى شعبة الشهداء بهيئة الأركان العامة فحص الوثائق والملفات. الملف يحتوي على شهادة وفاة، حكم حبس ورثة، التنصيب إذا كان في قسطار، بلاغ الوفاة، حكم الوكالة الرسمية، البطاقة حق الوكيل وحق الشهيد، هذا هو الملف. وما يكون إلا هكذا، وإحنا من أول ما بدأنا العمل وهي كلها بيانات صحيحة، وثائق موجودة، ولا في أي خلاف إن شاء الله تعالى. تبذل دائرة الرعاية الاجتماعية بهيئة الأركان العامة للجيش الوطني جهودا كبيرة في سبيل خدمة أسر الشهداء وتوزيع مستحقاتهم وضمان إيصالها إلى مستحقيها. كشف تقرير حقوقي صادر عن اللجنة الحقوقية بمديرية عتمة في محافظة دمار عن ضحايا الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلاب على المديرية خلال العام المنصرم. نتابع التفاصيل. كشف تقرير حقوقي صادر عن اللجنة الحقوقية بمديرية عتمة بمحافظة دمار عن ضحايا الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية على المديرية خلال العام المنصرم، وتمثلت في نزوح 1790 أسرة، مقتل 62 مواطنا، إصابة 53 آخرين، اختطاف 163 مواطنا، تفجير 15 منزلا بشكل كلي، تدمير 89 منزلا بشكل جزئي، الاستمرار في ممارسة الانتهاكات والجرائم بشكل يومي وسط تجاهل المنظمات الحقوقية. هذا وتعد مديرية عتمة ذات التضاريس المتنوعة المديرية الوحيدة التي تشهد مواجهات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، وذلك من أصل 12 مديرية في محافظة دمار التي اجتاحها الحوثيون وحلفاؤهم في شهر أكتوبر من العام 2014. قتل مواطن وأصيب 4 آخرون برصاص ميليشيا الانقلاب في نقطة السحول. وقال شهود عيان بأن مشرف الحوثيين في نقطة السحول المدعو أبو تمام أقدم مساء الجمعة على إطلاق الرصاص الحي على عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين. وقال الشهود بأنه تم نقل جثة الضحية والجرحى إلى مشافي مدينة إب، وبعض المصابين وصفت حالتهم بالخطرة، وجميعهم من أبناء مديرية حبيش ومن أعضاء المؤتمر الشعبي العام. كشف المركز الإعلامي لإقليم اتهام عن 249 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الانقلاب في محافظة ريمة خلال شهر يوليو 2017. نتابع التفاصيل. كشف المركز الإعلامي لإقليم توأمة عن 249 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة ريمة خلال شهر يوليو 2017، وتوزعت على النحو التالي: 3 حالات اعتداء، حالتان اقتحام مساجد، حالة واحدة اقتحام محل تجاري ونهب محتوياته، 3 حالات اقتحام منازل وتفتيشها، حالة اقتحام قرية، حالة التهديد بتفجير منزل، 3 حالات نهب سيارات وممتلكات خاصة، حالة تحويل مبنى حكومي إلى ثكنة عسكرية،
50 حالة تعذيب في السجن، 30 حالة اختطاف، 60 حالة ملاحقات ومضايقات، 22 حالة نقل مختطفين من عدة محافظات إلى سجن المحافظة، 30 حالة فرض خطباء بالقوة، إقامة مركز صيفي طائفي وتوزيع ملازم الهالك حسين الحوثي للمدفوع به من أبناء المحافظة والترويج لأفكار طائفية، 12 حالة منع طلاب المنح من السفر، 3 حالات تحويل مدارس إلى ثكنات عسكرية، استحداث نقطتين عسكرية، إغلاق 22 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم فضلا عن إغلاق مدرسة، مصادرة ونهب رواتب الموظفين الحكوميين في المحافظة للشهر العاشر على التوالي، احتلال مرفق صحي وتحويله إلى مقر للميليشيا، حذف أسماء الأسر الفقيرة المستفيدة من المعونات والمساعدات واستبدالها بعناصر موالية للانقلاب، نهب التجار وأصحاب البساطات في الأسواق الأسبوعية مبالغ مالية طائلة تحت مسمى دفع الزكاة، نهب مئات السلال من المعونات الغذائية، تحويل مبنيين حكوميين إلى سجون. كورنيش ساحل ميدي أحد المتنزهات الاستثمارية على السواحل اليمنية التي أفقدتها ميليشيا الانقلاب بريقها وأخرجتها عن الخدمة. نتابع. خلف صوت الموج منصة سياحية كانت جسرا للفرحة ورابطا بين البحر والناس. كورنيش ساحل ميدي بعد عامين من الحرب ما زال صامدا بكيانه رغما عن قذائف الميليشيات التي انهالت عليه، لكن وحدات الاستراحة والشاليهات وباقي المرافق الخدمية للكورنيش أخذت بصمات الخراب كومض لعنوان الوطن الجريح. هكذا الأرض حين تخوض الحرب وما عساها أن تعطي غير الأماكن المدمرة والأرصفة الممتلئة وجعا وقهرا، وثمت سبب ما أوصلنا للحال الذي نعيشه، وإن لم يلجم ويعود للإجماع الوطني سيكون للوطن مآلات بائسة. 300 متر هي المساحة التي ضمت عليها 23 وحدة استراحة، لكن الحرب أخرجتها عن الراحة المؤقتة ليعطيها البحر مع كل فجر وعند الغروب أضعاف أضعاف من الأمل والتفاؤل بأن الغد أجمل وليس ببعيد. يوما ما كان كورنيش ساحل ميدي متنفسا لأهالي المدينة الجميلة، حيث العائلات والأطفال بحضورهم يحولون المكان لواحة تعج بالحياة، وقريبا حتما تنتهي الحرب وتعود الحياة من جديد. سليم المخلافي لقناة سهيل الفضائية من كورنيش ساحل ميدي. افتتح وكيل أول محافظة شبوة محمد صالح بن عدجو اليوم وبحضور مدير عام مستشفى عتق الدكتور رامي لملس، افتتح قسم الطوارئ بالمستشفى عقب عملية استكمال إعادة تأهيله وتزويده بعدد من التجهيزات الطبية الأساسية بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ ائتلاف الخير بحضرموت. وأشاد الوكيل عدجو بعملية إعادة تأهيل القسم الذي يمثل الواجهة الأولى للمستشفى، وثمن عاليا تواصل المساعدات الإنسانية والدعم الإغاثي والطبي من مؤسسة صلة وائتلاف الخير للمحافظة. من جانبه أوضح ممثل ائتلاف الخير محمد سويدان بأن عملية إعادة التأهيل للقسم تمثلت في تزويد القسم بجهازين لتخطيط القلب وجهاز إنعاش وستة أسرة جديدة وخمس عربات نقل للحالات المرضية، وكذلك تنفيذ أعمال 550 متر مربع من البلاط والقيام بطلاء الجدران. أقدم في هذا اليوم لمؤسسة صلة ولائتلاف الخير على ما قدموه في تأهيل وصيانة قسم الطوارئ في مستشفى عتق، والذي كان بتمويل من مؤسسة صلة وتنفيذ ائتلاف الخير. لاحظنا أن الأخوة في هذا المؤسسة قدموا بعض المعدات الطبية وقاموا بصيانة وتأثيث لقسم الطوارئ في عتق. نشكرهم شكرا جزيلا على ما قدموه، ونتطلع إلى مزيد من الاهتمام بمستشفى عتق على وجه الخصوص. طبعا نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة صلة وائتلاف الخير، مؤسسة صلة الجانب الممول وائتلاف الخير الذي قام بعملية تنفيذ العمل على هذا العمل في تنفيذ العمل الخيري الذي قام بترميم قسم الطوارئ بمستشفى عتق العام،
مشكورين على هذا العمل الجبار الذي قاموه، ونتطلع إلى مزيد من العمل لتقديم الخدمة أكثر للمواطنين بكل مستشفى والمستشفى العام بمحافظة شبوة الذي يقدم خدماته لجميع. في بلسة اجتماعية متميزة تطوع 300 شاب من أبناء وادي حضرموت لاستقبال الحجاج في منفذ الوديعة، وشرعوا بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في تقديم خدمات مجانية للحجاج تشمل توزيع مياه الشرب ووجبات غذاء خفيفة وعصائر وغيرها من الخدمات الهامة كالعيادات المتنقلة والتكييف ودورات المياه. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. شدت الحبال ونصبت الخيام، وفي الجهة المقابلة أعدت دورة المياه. هو مخيم مصغر ليكون محطة استراحة ليستظل به الحجاج لعله يقيهم شيئا من حرارة الشمس ورمضاء الصحراء على مدى أن تستكمل إجراءاتهم القانونية لدخولهم المنفذ السعودي. وبين تلك الخيام وتحت أشعة الشمس الحارقة يقف شباب متطوعون أعدوا أنفسهم سلفا لخدمة ما يحتاجه الحجاج. عمل الشباب طبعا إرشاد الحجاج الموجودين في الباصات واللي يخرجون من الباصات، إرشادهم إلى أماكن الاستراحة التي خصصت لهم، وكذلك إرشادهم إلى العيادة الصحية يتم مساعدتهم للوصول إلى العيادة المتنقلة، أيضا إرشادهم إلى دورات المياه وتنظيم عملية هذه الأمور كلها. 7 لجان خدمية منتشرة على أرجاء المنفذ تقوم بأعمال وفق مهام حددت لهم لتقديم أفضل الخدمات للحجاج. فاللجنة الصحية يوجد بها أكثر من 30 كادر صحي من أطباء وفنيين وممرضين، وتوجد معهم عيادة متنقلة مجهزة بأحدث الأدوات الطبية وكافة التجهيزات العلاجية والدوائية. كما يعمل هؤلاء على توعية القادمين عبر منفذ الوديعة إلى اليمن من خطر انتشار وباء الكوليرا للحفاظ على صحتهم وسلامة أولادهم. ونحن بحمد الله في أمور الصحة يعني جاهزين متجهزين لكل الحالات الطارئة والحالات العادية من عندنا من العيادات ومن الدكاترة ومن الفحوصات المخبرية ومن الأدوية المجانية التي تصرف للحالات الطارئة والحالات العادية. وعندنا ما شاء الله الدكاترة موجودين وعندنا العيادة المتنقلة. حجاج بيت الله الحرام عبروا عن ارتياحهم لما يقوم به الشباب المتطوعون من جهد في تقديم الخدمات والتسهيلات المختلفة للبحث عن راحة الحجاج المغادرون عبر منفذ الوديعة إلى الأراضي السعودية. شباب حضرموت الذي قدموا الخدمات للحجاج ونحن نشكرهم كل الشكر، قدموا الماء والعصير لحجاج بيت الله الحرام ونحن نقدم لهم جزيل الشكر والاحترام. المتطوعين وفروا لنا كل شيء، لم نحصل على اي عرقلة، نشكر لهم والحجاج البعث اليمني نشكر لهم باكمل الوجه. هؤلاء شباب متطوعون جاءوا من مختلف مديريات وادي حضرموت من اجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتدليل لهم الصعاب في منفذ الوديعة. فهمي برماده، قناة سهيل، بمنفذ الوديعة البري بوادي حضرموت. نظمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب في سيئون وبالتعاون مع مؤسستي الأمل للتنمية والاستشارات وآفاق للتنمية أيضا، نظمت دورة تدريبية حول المدير الفعال شارك فيها 40 من مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية. وقال وكيل محافظة حضرموت المساعد سالم يسلم بن شرمان، قال بأن تنظيم هذه الدورات دليل على وضع رؤية وخطط مستقبلية لدى إدارة البحوث والبرامج لتحسين الأداء الإداري بالمكاتب الحكومية. دشن اليوم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد رب مفتاح انطلاق دورة تدريبية حول مفاهيم المساءلة المجتمعية وأدواتها، والتي أقامتها مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية، وذلك بمشاركة شباب من مختلف مديريات محافظة مأرب. وقال ناجي عشار رئيس المؤسسة بأن الدورة تأتي تدشينا لأنشطة مشروع خيمة المجتمع والتنمية، والتي تهدف إلى تبني ممارسة المساءلة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع في تحسين جودة الخدمات العامة. تحت شعار تعزيز تمكين تعزيز وتمكين، شركة أشهرت اليوم
أشهرت مؤسسة أسنان لتنمية المجتمع كإضافة أشهرت كإضافة جديدة للعمل المجتمعي في محافظة تعز. وقال القائمون على المؤسسة إن هدفها الوصول إلى زوايا لم يصل إليها أحد من قبل نظرا للظروف التي تمر بها محافظة تعز. وفي أول نشاط بعد الإشهار قام أعضاء المؤسسة بزيارة للجرحى في مستشفى الثورة وقدموا لهم الهدايا متمنيين لهم الشفاء العاجل. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نائب رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تواجد المحافظين في الميدان من أجل استكمال عملية التحرير. عام على فتح الجيش الوطني لخط الضباب وكسر حصار الانقلابيين جزئيا عن مدينة تعز. مأرب، تواصل عملية صرف مكرمة الملك سلمان لأسر الشهداء في عدة مناطق عسكرية. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.